صافي الحمد لله. خليك هكاك على بركة الله. متابع قناة شفتي بكم معنا في هذا البث المباشر على القناة، قصة ديال جواد، القصة اللي سمعنا البارح وبديناها البارح، بدينا فصول ديالها من اقليم غرسيف. احنا الان نتواجد بتازة. متابع قناة شفتي في جواد ما جاش زيارة او جولة او ما شابه، لكن جا باش يتلاقى مع حقوقيين ويشوف هنا قالك استاذ او محامي باقليم تازة ويشوف الوضعية دياله. وكيقول ديما بان انا ولدي بغيت نشوفه ونشوف المصير ديالو ونشوفوا المآل ديالو. جواد ما كاين ما نقادو، ما كاين ما نصلحو، ما كاين ما نطفيو الغداء. السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم. لقيتوني بعدا كنتواصل مع الزوجة، يعني والكلمات اللي كنقولها كنقولها يعني لعني الشيطان، رجعي لداركم، ما تسمعيش الهضرة ديال امك، ما تسمعيش الكلام اللي كيتقال لك، باغيين يخرجوا عليك، باغيين يدمروا زواجنا، باغيين يخرجوا على ولدك، باغيين يخرجوك للزنقة. لحد الان انا يعني قبل ما غادي نتواصل مع شوف تي في يعني يفتحوا اللايف، راني كنتواصل مع الزوجه لعل وعسات لعن الشيطان، لان امها باقيه طالعه للسماء وباقيه البنت كتسمع لامها. وحاولنا اليوم نهار كامل، ومن البارح من مور ما درنا الفيديو حاولنا دخلنا عاوتاني مع امها في يعني نلقاو شي حل باش ترد البنت وترد الدري. دابا المشكل علاش انا جيت لتازة، حيت هذا اللايف وهذا الفيديو ما رحناش في غرسيف، ما رحناش في مدينه غرسيف. علاش؟ لان من البارح من بعد الفيديو اللي درت في مدينه غرسيف انا كنت كنقول ان غدا ان شاء الله في الصباح غادي نلقى السلطات او جمعيات حقوقيه او الناس اللي غادي تتواصل معايا وتقلب معايا على شي حل ويردوا لي ولدي ويردوا لي المراه ديالي. المشكل ما لقيت حتى شي واحد اللي تواصل معايا، وما لقيت حتى شي واحد اللي يعني مد لي يدو. مشيت طرقت ابواب المحكمه لقيتها مسدوده، قلبت على محامين لقيت كل شيء ساد. الحقوقيين ديال مدينه جرسيف للاسف ما لقيت حتى شي جمعيه نتكونتاكت معها اللي تقدر يعني تكون كوسيط او تواصل معايا وتلقى معايا شي حل. تواصلتي مع ناس في تازة؟ الحمد لله، يعني تواصلت مع الاول، تواصلت مع شوف تي في وقالوا لي مدينه تازة يعني ممكن تجي، ممكن تلقى فرص ناس يسمعوا لك او حقوقيين يدخلوا على الخط. وشديت الطريق المدينة تازة، وقبل قليل يعني عاد يعني حطيت يعني رجليا في مدينة تازة وتلاقيت مع شوف تي في وقلت لهم يعني انا علاش جيت لان ولدي لحد الان ما كاين حتى شي اثر عليه. ولدي لحد الان كيقولوا لي اتصل مع من يقدر يكون عند الزوجه الا كان ما يتصلحش. لا 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 صديق لا. وي وي لا. انا دابا الابن ديالي اللي حاير عليه هو حاليا مخطوف، لان الانسان اللي ما كيكونش مخطوف كيكون باين تصاور ديالو او فيديو ديالو او صوت ديالو. انا ولدي كيقولوا لي ما كاينش الولد، يعني انا حسيت وان يعني الولد ديالي حاليا كيبتزوني او باغيين يدخلوا معايا في ابتزاز او الله اعلم. ولدي واش يعني راه ميت حي او واش راه عند شي جهه مخبعاه؟ انا يعني كناشد، يعني كناشد السلطات المحليه والامن الوطني الدرك الملكي قوه المساعده وزاره العدل وزاره الداخليه رئاسه النيابه العامه الوكيل العام الوكيل الملك، كناشد يعني جميع الجمعيات الحقوقيه اللي كتعنى بالاطفال، اللي كتعنى يعني حتى بالمراه او بالرجل او كل ما هو حقوقي. انا اللي جابني لمدينه تازة الحرقه على ولدي. انا دابا هادي من نهار جيت انايا ولقيت ولدي تخطف وكنقدم شكايه، كنقدم شكايه بالسيد اللي جاب المراه، جاب النسيبه، جابها من وجده وجا اقتحم المنزل ديالي وانا غايب ما كاينش، كاينه غير الاخت ديالي مريضه مسكينه خلعوها، خطفوا الدري، داو الدري من الداخل وداو المراه هي خطفوها الى وجهها مجهوله. انا ملي كيتواصلوا معايا دابا كيتواصلوا معايا غير عبر الواتساب، ما عارفش لا المراه فين كاينه ولا الدري فين كاين، واش حي او ميت. الدري مريض ما عارفوش واش حي ولا ميت.
جاوا خطفوها، خطفوا المرأة وخطفوا الدري مصدار بأي حق وبأي قانون؟ هذا اللي سايق تاكسي وجاي موجدة وجايب المرأة للدرب وحطها، وهي جابت له بنت صغيرة ومعها ولد صغير مخرجاه، واش هاد مول الطاكسي ما قالش فين رباه؟ ما قالش فين العائلة ديال هاد الناس؟ ما قالش واش هاد الناس راهم داخلين يشفروا؟ واش دخلوا قتلوا شي واحد؟ واش دخل واش هاد الدري راهم مشفرينو؟ احنا الحمد لله في بلاد الامن والامان، ولاني هاد الشيء اللي دار هاد مول الطاكسي هادي راها جريمة. هاد مول الطاكسي انا كنتابعو قانونيا امام المغاربة، امام المغاربة والناس اللي مسؤولة على الطاكسيات، الناس اللي مسؤولة على الطاكسيات. وكنقول للمغاربة، كنقول للمغاربة احضيو راسكم، احضيو راسكم، ما تثيقوش، ما تثيقوش في الطاكسيات، لان هاد السيد غدا ممكن يمشي مع شي وحدة تقدر تدير جريمة ويهزها في الطاكسي وهي دايرة جريمة. هاد مول الطاكسي خصو يعرف هاد المرأة فين ماشية، داك الدري فين رباه اللي مخرجاه دري عاد صغير، دخلوا عند اختي خلعوها مريضة وانا غايب ما كاينش. حتى كنتفاجئ انا باتصال هاتفي من الاخت ديالي مخلوعة مرعوبة مريضة بالسكر، كان ممكن انها تموت، كان ممكن انها تجيها سكتة قلبية لان عندها السكر صعيب والمضاعفات ديالو صعيبة. كنتفاجئ بها كتتصل بيا كتقول لي جاو داو الولد، شكون هادو؟ واش عصابة؟ واش مافيا؟ احنا في بلاد الحق والقانون، بلاد الحق والقانون. انا كنطالب المحاكم ديال المغرب، الجمعيات الحقوقية، وزارة العدل، وزارة الداخلية، رجال السلطة، رجال الأمن، باش يجيبوا لي غير ولدي، غير نشوفوا حي أو ميت. حتى إلا كان ميت ندفنو، إلا كان جثة نمشي نديه ندفنو، إلا كان هاد الدري. وحتى المرا ديالي أنا باغيها، أنا كنبغي مرتي، باغي مرتي ترجع لي. مرتي أثروا عليها، أمها أثرت عليها بالهضرة، مرتي أنا كنحاول نتواصل معها، وغير قبيلة أمام شوف تيفي راهم شافوا الميساج اللي صفتت لي المرا ديالي كتقول لي غادي نولي. وبعد شوية كتولي تدخل أمها على الخط وكتزيد في المشاكل وكتزيد يعني ترفع المستوى ديال 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 التهديدات، وكتهددني وكتقول لي يعني واحد الألفاظ اللي ماشي مزيانة، وكتهمني بشي أمور ماشي مزيانة. وأنا كنقول لهم الله يسمح عليكم، الله يسامحكم، وأنا كنقول لمرتي الله يسامحك، إلا سمعتي لأمك الله يسامحك. أنا كنقول لها أجي مرحبا بك، كنمد لها يدي قدام المغاربة، كنمد يدي لمرتي كنقول لها أجي مرحبا بك لدارك معززة مكرمة. أمك ما تسمعي لهاش، أمك باغية تخرج عليك، أمك باغية تدمر الزواج ديالك. احنا ما بغيناش نضيعوا واحد الولد ما يكونش ضحية، وهذا الولد حاليا راه ضحية، لأن أنا ما لدابا لدابا لهاد اللحظات ولدي ما عارفوش حي أو ميت. ولدي أنا كنتهمها بالاختطاف، ماشي المرأة، الأم ديالها نسيبة، هي كتقول لك أنا ما خطفتوش، أنا ما درتلوش، ولا تقصرش، سير جري طوالك، دير اللي بغيت. هذه كتهددني، وأنا كنطالب الحماية ديالي. أنا دابا حاليا خايف على راسي، تصيفط لي شي وحدين يضربوني ولا يقتلوني، كتهددني أنها تدخل لي الحبس وأنها تدير لي المشاكل، ودير اللي بغيت، كتقول لي دير اللي بغيت لا تقصرش. أنا ما غاديش ندير اللي بغيت، أنا في دولة الحق والقانون. الحمد لله عندنا رجال ديال الدراك، عندنا رجال ديال الأمن، عندنا السلطات، عندنا وزارة الداخلية، عندنا وزارة العدل، عندنا الناس ديال القانون، عندنا الناس اللي كينصفوا. وأنا كناشد هاد الناس كاملين باش نشوف غير ولدي، أنا ما بغيت حتى حاجة، ومرتي ترجع لي. حتى مرتي راها مخطوفة، لأنها هي يعني تحت التأثير ديال أمها، دوختها. أنا سافرت كنجي كنتفاجئ ألقى أنا ولدي ما كاينش، أنا ولدي مازال ما هزيتوش في يديا لأنه كان مريض، وخفت نآديه لأن الوباء، وحنايا محترمين الاحترازات والإجراءات الوقائية،
اللي وضعها وزارة الصحة والدولة ديالنا المغربية اللي صاهرة على السلامة ديال المواطنين. هاد المرأة جات ما احترمت حتى شي حاجة، ما احترمتش الغياب ديالي بأي حق وبأي قانون. تجي مرأة تدي مرت راجل وولد صغير من دار راجلها. أنا المغاربة كنقول لهم واش كاين شي حق واش كاين شي قانون اللي كيقول أن مرأة تجي تدي مرت راجل وولد صغير من الدار ديال الراجل، ما كاينش ما حاضرش ما غايب، هذا كيتسمى هجوم واختطاف. انا بغيت من بعد هذا اللايف يتواصلوا معايا الناس ديال الامن، واخا يديوني للحبس يحبسوني الا كنت انا معدي ولا ظالم، يجيو يعتقلوني انا، يعتقلوني انا. بغيت رئيس النيابه العامه يعتقلني، بغيت السيد وكيل الملك ديال قرسيف وديال تازا يعتقلني، السيد وكيل العام ديال وجده يعتقلني، انا بغيتهم يجيو يعتقلوني. لا انا كنطالب بشي حاجه ماشي قانونيه، انا بغيت نشوف ولدي، انا بغيت المغاربه كاملين يجيو لعندي، يجيو عندي للدار يمدوا يدهم ليا. انا بغيت نشوف غير ولدي حي ولا ميت، الى حي نشوفه ونهزو في يديا، الى ميت ندفنو يانا، الى كان جود تا ندفنو، نمشي ندفنو ونبكي عليه كما بكيت على ما وبا، نبكي تا على ولدي ونكويها في صدري. انا حاليا ما تواصلت معايا حتى شي جهه، وهذه قضيه مغرب، لان هذا طفل بريء، طفل عنده 15 يوم ما كاملاش، طفل بريء، طفل بريء. فين راهم الجمعيات ديال الاطفال؟ فين راه الجمعيات الحقوقيه؟ فين راه الناس ديال الامن؟ هذه راها جريمه. انا ما بغيت حتى شي واحد تعاقبوه، انا بغيت نشوف غير ولدي. انا مسامح هاد الناس، مسامح لهم دنيا واخره، حتى امها اللي دارت هاد المشاكل مسامح لها وكان سامحها. انا بغيت نشوف غير ولدي، وبغيت مرتي ترجع للدار. انا باغي مرتي، انا مرتي ما طردتهاش وما جريتش عليها، انا اصلا ما كنتش في الدار ومرتي حتى واحد ما جرى عليها. انا كنقول لمرتي ما تسمعيش للناس، ما تسمعي حتى لشي واحد، سمعي للضمير ديالك، سمعي للقلب ديالك، سمعي لذاك ولدك مسكين اللي ما قادرش ينطق. لو كان ولدك دابا كان قادر يهضر او ربي يدير شي معجزه، لو كان قال لك فين ديتوني انا، فين ربا، شكون فرقني على با، علاش خطفتوني، علاش با ما حاضرش اللي دافع عليا. هذاك الولد كان شي معجزه لو كان هضر، ولكن هذاك كيهضر لداخل وربي راه كيشوف، ربي راه كيشوف، والحمد لله الحمد لله. شنو السبب التواجد ديالك في تازا دابا؟ رجعش في الله. انا في تازا جيت يعني انتقلت للمرحله الثانيه من بعد ما استحالت ان تكون صلح او الام ديالها تراجع على الشروط وعلى القرارات وعلى التهديدات وعلى ذاك التصعيد اللي راها دايراه. واخا كنتواصل مع البنت وكتبغي ترجع امها كتولي تدور فيها، امها بغات تبين انها قويه وما كاينش اللي يغلبها. احنا رحنا في بلاد القانون، كيغلبنا القانون، كيغلبنا الحق، احنا ماشي في الغابه باش انا ندير اللي بغيت وانت ديري اللي بغيتي. احنا ما رحناش في حرب، الضحيه راه هو الولد. فين راه الولد؟ فين مشى الولد؟ فين كاين؟ فين راه التصاور ديالو؟ فين راه الفيديوهات ديالو؟ بغيت نسمع الزقا ديالو. علاش ما صيفطوليش انا فيديو او تصويره نشوفه حي؟ شحال هادي ما سمعتي ولدك؟ من نهار انا اللي سافرت، اللي سافرت 10 ايام 15 يوم. لا ما كاملاش، ما كاملاش، ما كاملاش، ما سمعتيه، ما مر اسبوع، مر اسبوع، مر اسبوع. شنو الخطوه اللي باغي دير من بعد؟ انا ان شاء الله الا ما تواصل معايا حتى شي جهه، ما جاوش عندي يعني الناس ديال الامن او الناس ديال السلطات او الناس ديال الجمعيات الحقوقيه او المغاربه. انا كنرحب بالمغاربه في داري، يجيو عندي، يجيو عندي ويسمعوا لي مباشره، يسمعوا لهذا الشيء اللي كنقول. واش انا كنقول شي حاجه ماشي قانونيه ولا كنقول شي حاجه غريبه؟ انا بغيت نشوف ولدي وبغيت نعرف ولدي حي ولا ميت، وفين كاين، فين كيبات، مع من كاين هو، ومرتي فين كاينه، مع من كتبات مرتي، فين كتبات مرتي، فين داتها امها النسيبه، فين دات مرتي، فين دات مرتي. انا خايف ان مرتي تكون تفسد، انا كنخاف على مرتي، عندي غيره على مرتي كنبغيها، خايف عليها تفسد، خايف يدوروا لها عقلها.
انا ما باغيش بنتي تمشي، باغيش البنت تمشي للزنقه، وما باغيش ولدي يتشرد. انا كنرحب بالمراه ديالي بصدر الرحب، اجي مرحبا بك لدارك، دار الوالدين ديالي دار كبيره فيها ثلاثه البيوت، دار البركه، دار الشرفه، ما كاينش اللي يوصل لك ولا ياديك، وما عمرك ما شتي مني الا الحاجه المزيانه، ما عمري تعديت عليك، ما عمري ضربتك، ما عمري هزيت يدي. واخا انت كنتي تغوتي كنت انا كنبدل ساعه بخرى كنخرج، ولكن امك شعلت العافيه هذه المره. امك تجاوزت الحدود وتجاوزت القانون وتحدات القانون. انا كنرجع كنطالب الناس ديال الامن اللي الحمد لله في المغرب كيسهروا على الامن والامان ديال المواطنين ليل نهار، وكنشكرهم على المجهودات اللي كيقوموا بها من اجل السلامه والحمايه ديال المواطن تحت القياده الرشيده ديال سيدنا محمد السادس الله ينصره، الله يطول في عمره والله يشافيه والله يشد له في الصحيحه ديالو والله يخلي له الابناء ديالو. كنتمنى له لو ان لو هذا الفيديو او هذا الصوت يعني يوصل لسيدنا، وشرف ليا شرف ليا شرف ليا شرف ليا ان سيدنا يسمع الصوت ديال هذا العبد الضعيف اللي ما طالب خدمه، ما طالب وظيفه، ما طالب نحصل على شي امتياز، ما طالب حتى حاجه، طالب غير نشوف ولدي، طالب غير نشوف ولدي ومرتي ترجع لي للدار. علاش خرجت مرتي من الدار؟ المراه كتخرج من الدار الا ضربها راجلها، الا جرى عليها راجلها. انا الحمد لله ما ضربتها، ما جريت عليها، وما كنتش انا ما كنتش، كانت غير اختي ضعيفه مسكينه، هجموا عليها للدار، جا راجل ومراه، واختي كتخبرني كتقول لي جات المراه والراجل وداو البنت وداو البنت والدري. اشكون هادو؟ واش عصابه واش مافيا؟ انا ما عرفتش، جيت كنجري، مشيت للكوميساريه حطيت محضر، وما بغيتش ندير محضر ديال الاتهام ديالها بالاختطاف ولا كذا. علاش؟ ما بغيتش لهاش المشاكل، درت محضر غير ان الام ديالها جات دات البنت والدري، حطيت غير محضر باش ما تمشيش الام ديالها وتقول لهم راه سمح في بنتي دار لها وفعل لها. انا غير حميت راسي، وحتى دابا كنحمي راسي بهذا الفيديو، بهذه الفيديوهات كنحمي بهم راسي، كنحمي بهم راسي. انا خايف على راسي، ما خايفش من البنت، البنت الله يعمرها دار هي مزيانه، خايف ممها. اي حاجه توقع لي في حياتي في صحتي في الجسد ديالي اللي كنحمل المسؤوليه هي امها، لانها كتهددني وكتقول لي لا تقصرش ودير اللي بغيت ونوريك. انا كنلتجأ للقانون، الناس ديال القانون هما اللي يحميوني، المغاربه يحميوني، حنا الحمد لله في بلاد الامن والامان محميه، الحامي ديالها هو القائد ديالنا صاحب الجلاله محمد السادس الله ينصره، هو القائد ديال البلاد والرايه ديالنا والحامي ديال الوطن ديالنا. كنعاود وكان له ما كرهتش هاد الرساله وهاد الفيديو يشوفه سيدنا الله ينصره، وشرف ليا وشرف لولدي ان الناس يعني يتدخلوا يردوا لي غير ولدي غير نشوفه. وإلا كنت انا معدي في شي حاجه يعتقلوني، إلا كنت انا كنطالب بشي حاجه ما كايناش ولا ماشي قانونيه يديروا فيها اللي بغاو. انا بغيت نشوف غير ولدي، جيت لتازا كنطرق البيبان وكنقول لهم بغيت ولدي نشوفه. الى حتى هذا الفيديو وفي مدينه تازا حتى هي ما وصلني حتى شي خبر على ولدي في هذه الليله. انا كنتمنى الخبر يوصلني في هذه الليله على ولدي حي او ميت غير نعرف. غادي نمشي ان شاء الله للرباط، عاصمه الاداريه، العاصمه سيدنا، عاصمه المملكه الشريفه، بلاد الخير، مدينه الخير، لان فيها ملك الخير، فيها الولي ديالنا ولي العهد، فيها الملك ديالنا الله ينصره. وإلا ما عرفت حتى شي معلومه على ولدي، انا بقات لي غير صحتي وراني مريض، وهاد المشاكل اللي وقعوا زادوا اثروا على الصحه ديالي. غادي نضحي بصحتي وغادي ندخل في اضراب على الطعام حتى ينصفوني، لان انا ضعيف عبد الضعيف لا حول لي ولا قوه. انا كندير هاد لي فيديو باش كنوصل الصوت ديالي، باش الرساله ديالي توصل،
بغيت نشوف ولدي وبغيت مرتي ترجع، وكنقول لها لعني الشيطان وما تسمعي حتى لشي واحد، وما تسمعي كلام حتى شي واحد، سمعي للضمير ديالك والقلب ديالك، راعي للعشره وراعي لذاك الدري الصغير اللي مازال ما عرفتوش فين كاين، واش هو بصح داوه لمدينه وجده، واش راه عند شي ناس ما عرفهمش، واش راه اختطفوه، واش ما عرفش، واش واكل واش شرب، واش حي او ميت. انا بغيت نعرف غير الخبر عليه، حي او ميت. انا بغيت ان شاء الله هاد الليله نعرف غير الخبر ديالو. فمتابعي قناه شفت في قصه صادمه اللي سمعته البارح، سمعناها في قرسيف نسخه اولى، دابا سمعناها في تازه. جاء عندنا هذا الصديق اللي تواصل معنا حقوقيين، نتمنى نسمعوا الرد على لسان ديال الزوج. ما كاين ما يتصلح، ما كاين ما نصلحوا حتى حنا. انا بدي غنتوجه قبل ما تصور هذا الفيديو داكور، قلت لك تدخلوا ودخلتوا نتوما ولقيتوا عاد هما باقين طالعين للسماء، ماشي البنت امها، لان البنت انا وريتك الميساج في الواتساب، قلت لك ما عندكش مشكل مع البنت. ما عنديش مشكل مع البنت داكور، المشاكل كلها دايرها امها، البنت ما عنديش معها مشاكل، ما عنديش معها خبر زوين. هذا خبر ما عنديش معها مشاكل، انا كنقول لها مرحبا بك مرحبا بك، اجي رجعي لدارك ونمشي وندوزوا شي ايام عطله انا وياك والوليد، ونبداو صفحه جديده ونتفاهموا على حياتنا وعلى امورنا بدون تدخل حتى شي واحد، وخاصة الأم ديالك لأن هي اللي مأثرة عليك بزاف، أثرت عليك لواحد الدرجة كبيرة. وهاد القضية مصيرية، هاد القضية قضية المغاربة ماشي قضية ديالي ولا، راه أي واحد ممكن يوقع له، وأي دري ممكن يوقع له هادشي صغير، أي دري ممكن يتختطف. حتى لو كيقولوا كاع الناس هذا ماشي اختطاف، ولكن هذا راه شنو هو؟ أشنو نسميوه؟ الراجل ما غايب ما حاضرش. تجي مرا وراجل في طوموبيل ما معروفينش. يدخلوا على مرا بوحده في الدار ويديو الولد ويديو الحوايج ويديو كذا، شنو كيسميوه المغاربه هذا؟ الا ما سماوش اختطاف شنو يتسمى؟ واش هجوم على مسكن؟ واش شفاره؟ شنو يتسمى هذا؟ انا غير بغيت قولوا لي شنو يتسمى؟ راجل ما كاينش والدار ديالو تقتحم، فين راه الحرمه ديال المنزل؟ الحرمه ديال الراجل، الشرف ديال الراجل، الشرف ديال المراه. هاد الناس ضربوا الشرف ديالي في الحيط، وهاد مول الطاكسي انا كنطالب من الناس ديال الامن، هاد مول الطاكسي يحقوا معاه باي حق يجي يدخل للدار ويدي دري عاد زايد ويدي مراه ويدي مراه مرت راجل، فين راه الراجل؟ فين راه مول الدار؟ حنا كنعرفوا الا ما كانش مول الدار في الدار ما كندخلوش، كندقوا والا ما كانش الراجل ما ندخلوش. هكا تربوا المغاربه وهكا تربينا، تربينا الا ما كانش الراجل في الدار ما كندخلوش. الناس المغاربه راهم عارفين هاد الشيء، الجيران الجوره ملي كندقوا في الباب ولا كانوا غير العيالات كيقولوا لنا الراجل ما كاينش ما كندخلوش، لان الدار عندها حرمه بحالها بحال المسجد، الدار عندها حرمه شرف، هادو انتهكوا الشرف ديالي وانتهكوا الحرمه ديال الدار ديالي في الغياب ديالي. لو كان كنت غير انا حاضر قادر ندافع على ولدي، نشد ولدي نمشي للمخزن ديك الساعات نقول لهم هاد الناس جاوا تهجموا عليا جاوا حقروني. دابا هاد الناس دخلوا المراه والراجل مول الطاكسي حقروا اختي مريضه ما قداش تقاوم على ولد خوها ولا تدافع على ولد خوها، ما عرفتش شنو داروا لها هاد اختي، حتى هي ما بغاتش تقول، راه ممكن يكونوا سبوها طيحوا لها الهضره. انا غير بغيت المغاربه يقولوا هاد الشيء، واش حنا عندنا هاد الشيء في المغرب؟ واش هادي في التقاليد ان مول الدار ما كاينش يجيو ناس يديو مرتك؟ انا ما عارف شكون، انا اختي مخلوعه قالت لي جاو داو ولدك، انا جيت مخلوع، واش ولدي جات عصابه داتو؟ واش ولدي جات مافيا؟ واش انا عندي حسابات مع عصابه ومافيا؟ انا مواطن مغلوب على امره، درويش 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 ويتيم، حتى با وما فقدتهم العام اللي داز، وباقي لدابا مازال ما بكيتش عليهم، باقي لدابا كنتعالج من دوك المضاعفات اللي وقعت لي، الصدمات اللي ما وبا بجوج ماتوا، وكيدخلوا الناس انا كيقولوا لي راه جاو داو ولدك ولدك ومرتك، انا كنتفاجئ كنقول واش حنا راه حنا في شي دوله اخرى، وانا ما عندي حسابات حتى مع شي واحد. انا التهديدات دابا اللي كنتلقاها كنتلقاها من الام ديالها، كتهددني غدير لي وتفعل لي. دابا اختي
والناس كيقولوا لي حضي وراسك، كلشي الناس الجيران كيقولوا لي حضي راسك، راه يديروا لك شي مشكل، راهم يديروا لك شي حاجه. دابا انا حاضي راسي، واش انا مواطن غادي نتمشى في الشارع ونبقى حاضي راسي؟ غادي نبقى نقول هيا غتصيفط شي واحد، غتصيفط شي ناس يديروا لي شي حاجه. انا كنولي شد فمتابعي قناة شيف تي في، الله يحفظ السلامة. فمتابعي قناة شيف تي في، الله يحفظ السلامة، الله يحفظ السلامة، الله يحفظ السلامة. متابعي قناة شيف تي في، شي حاجة واقعة. متابعي قناة شيف تي في غادي نشوفوا شي حاجة واقعة. متابعي قناة شيف تي في، الله يحفظ السلامة، الله يحفظ السلامة. فمتابعي القناة، مازال نرجعوا مع السي جواد، ومازال نرجعوا على المشكل ديالو. متابعي القناة.